صلوا صوموا سبحوا لله. اصحى يا نايم وحد التايم. سلامتك يا دكتور. انا كويس بس انت مش معانا. ويمكن علشان بكره صيام بقى. ايه؟ طب لاحظ عليا حاجه؟ مش من الليله يا ابو يوسف. الله، امال من امتى يا دكتور؟ من يوم ما سلامه ساب الخان ونقل. منين؟ الزمالك. ما هو بقى العشره ما تهونش على ابن الحلال يا دكتور. انت معانا هنا من سنه 50 مش كده؟ لا، من سنه 52 بالظبط. من يوم ما جيت انت وسلامه وعيالكم على كتفكم واشتغلتوا في الساده. ايوه، وسكننا فوق السطوح. وحبيناكم. حبيناكم قوي يا عباس. وانت يعني دلوقتي بتكرهنا يا دكتور؟ لا، بس عاوز اعرف انت ليه ما نقلتش مع الحاج؟ والله دي ارزاق بقى. لا يا عباس يا ضو، ما تحاولش تخبي عني. الله الله الله، وانا بخبي عنك حاجه برضه يا دكتور؟ الحقيقه انا مخبيه عن الناس كلها واولهم ولادك. فلوس الحاج منين؟ ما انا قلت والناس كلها عارف. الناس على نياتها. مش هتدق ان الخواجه باع الورشه لسلامه وانت لا. انت لا ليه؟ اسمع يا عباس، زي ما قلت للحاج ان الناس في يوم من الايام هتكرهه لانه ما علمهاش غير الكسل والتواكل والتنبله والدروشه. هقولها لك، الناس في يوم من الايام ايه هتكرهنا انا كمان؟ لا، هتسالك انت دريت عننا الحقيقه ليه؟ واولهم ولادك. فهمت يا عباس؟ انت مطالب قدام الناس بالحقيقه اللي محدش يعرفها غيرك. التاريخ مش هيرحمك، والتاريخ يعني الناس.